بسرعه بسرعه. الامير عنده هواي شغل. الامير او شباب الخفافيش الامير يقدر. اوكي شكرا 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 شكرا. اذا سايكل جولم شلون فاتت معاك حق البول. اوه شباب الفاير بول لو جايبها على اثنين اثنين النار لاني في مال لا في الجوالم الصغار اللي تجيبه شباب. اوكي اتوقع هذا الجيم وانه اتوقع الجيم انه اوكي. يا هلا والله بالشباب والبنات شلونكم ان شاء الله يا رب الكل بخير حبايب قلبي. اليوم المقطع هذا راح يكون مره اسطوري. فلا تنسونا باللايك والاشتراك وخليكم ويا المقطع. اليوم يا شباب هو الفيديو عن جيم كلاش رويال. طبعا اليوم الفيديو هذا فيديو اسطوري فيديو يعني صراحه راح نستعرض وياكم الرويال باس هذا. طبعا هذا الرويال باس ما اعرف كم انا ايش اقول الرويال باس الموسم ما اعرف كم صراحه لان صار لي ساعه من لعبه كلاش رويال. اوه شباب 20 موسم لازم لعبه كلاش رويال تقريبا حاضر معدهم 10 مواسم بس يعني يعني 20 موسم على ساعه على اللعبه. اوكي يا شباب طبعا هسه تشكيلتنا القديمه هاي مثل ما تحبوها اللي يتابع فيديوهات قديمه على التشكيل يا شباب. عندنا الوزر هنا راح الرقيم على مستوى ماكس واخيرا وعدنا يا شباب هنا البيكا والعفو البيكا والساحه الفنش طالما عند ليفل 12 صراحه فتشي تعبنا عليهم احنا مجمع صراحه. او شباب هنا عندنا الساحره الام اللي هي هاي اللي ترسم الخنازير ما اعرف يعني شركه سوبر سيل اخر توصلتها انه تنزل ساحره تطلع خنازير بدل السكرتون الخفافيش. واو فا اوكي يا شباب اليوم يا شباب هسه طبعا راح نجرب بعد ما سحبنا يا ترى بس راح استبدل الباندج بدل ساحره الليل صراحه الباندج مره اسطوريه. راح شباب نجرب قوتنا بعد ما سحبنا على لعبه كلاش رويال مليار غاب تقريبا. شوي الله يجاني يا شباب اشتاق وياكم. اليوم يا شباب طبعا راح نختبر او هي تبون الساحة كلش اسطورية يعني الساحة حلوة اسطورية يعني ليجندري. اوكي فيا شباب الشيء الحلو هاي الساحة هو النغمة مالتها بالاضافة للاشكال مال الابراج او التصميم مال قلعة الابراج كلش حلو اسطوري. اوكي راح نلعب دارك برنس هنا حتى نعزز هجومنا بالدارك برنس. حلو حلو لعبنا لعبه وحط بين اقوى طاقة عنده فراح نلعب بيكا بس كافي اتوقع الدفاع. اوكي طبعا تشكيلة ماتي اسطورية ما يحتاج حتى يعني اتعب فيها من الهجم بس اذن بيكا ورا ساحر. اوكي اذا نجحت الهجمة نجحت واذا ما نجحت اوريدي جي جي اول ذا. اوكي نلعب الرج. اوه كهرباء يا نار والله كفو ويا البيكا قبل ما يضرب ساحر النار ضربه. اسطوريه الهجمه عاش البيكا. طيب البرج الاول مال الفصل نلعب الباندج على الحواف مال البرج الثاني والباندج تضرب البرج. كفو شباب بدنا نمسح الفيجان بيك شباب اذا نقدر الباندج الثاني لذاك برنس. حلو اوكي طبعا هاي هجمه السيزون هذا. حلو نلعب له بعد هجمه ثانيه مال بيك اتوقع في مال لا بس ننتظر يلعب الميجا نايت حتى في مال لا قبل يعني من دون اي مؤخرات او مخدمات. نمسح ثلاث تيجان. اوكي نلعب الاشقياء هون بهذه الطريقه الجميله ونلعب هذا البطيخ هنا. حلو كلش تمام الهجمه كلش حاليه واتوقع ان الخصم استسلم بما انه بعد ما يلعب اي بطاقه فجي جي اول داي. طبعا مثل ما تشوفون الرانج الاول هنا عندنا السيزن بعد له 26 يوم يلا يبلش ينتهي فهذا الباكج على حظكم تكفوا. اوكي ان شاء الله ليجندرز. المهم اخر توقعاتي انه يطلع لي صندوق اسطوري بصندوق التاج. اوكي طبعا هنا شباب لازمنا 100,000 حتى نرقي الوزرد على الليفل ماكس. فهسه يا شباب اللحظة التامة يا شباب هاي تشكيلة جديدة. طبعا بهذا السيزن ما ادري ايش خلوا بطاقة الامير والاميرة على مستوى الابراج مالتي اللي هو ليفل 11 ما اعرف ليش. فراح نحاول نهجم بهاي التشكيلة. طبعا صممتها تشكيلة يعني حلوة يا شباب ويعني شباب جميلة نجربها وياكم. حلو صاحبنا الكوري والكوري يلعب والكوري يدخل في ميدان القتال ونرحب بالكوري. السلام عليكم. نلعب الباندج هنا من دون اوه جولم. حلو 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 انا طبعا حاط بطاقة الفائل يا شباب التنين الناري يعني بحالة صارت
يفد قوات شحيدة مثل جولم وما أعرف كيف. نلعب التنين ناي على الجهد الجولم. يا شباب لعب الوزرد لا مستحيل. نشوف الجول هذا إذا يقدر يدمره. كيف أتوقع يدمر؟ حلو حلو. لعب الشركة هنا تشكيلة طبعا صراحة قوية، بس شوية رد لي أقوي البطاقات حتى تكون. أوه شباب والله حابس تنساه لا مستحيل. لا 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 أوكي أوكي أوكي. حركة حلوة من الخصم، حركة حلوة من الخصم. أتوقع نسى في البرج لويلي. حركة حلوة من الخصم ما شاء الله عليه. تكتيك شو التكتيك هذا يا ورا؟ بعد كوري وعدكم الحساب، بس مو نفس التكتيك مالتي. أخلي البرج يدمج بالباندد. أوه يا أخي قويلي بعد تكتيك. شوف الحركة بسيطة بسيطة. ونأخذ التوسل ونأخذ. طبعا يا شباب نلعب البرنس على هذه الجهة ولن تقدروا خصمه حتى يتخطم. اللوبي للوبي بسرعة بسرعة بسرعة. الأمير عنده هواي شغل. الأمير أو شباب الخفافيش. الأمير يقدر. أوكي شكرا 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 جزيلا. راح نواصل الدفاع، راح نواصل الهجوم يعني، وننتظر. أو البومبر لا مستحيل. أوكي والمجانايت يغمز. هاي الطفة الأسطورية طبعا. الخصم هنا لعب لنا الجولم، ضغطنا بالجولم والمجانايت ما تكفل إنه يطير البرج. كلش تمام حلو. راح نلعب هنا البرنسس، لعب الفايكري ورا الجولم بحيث تدمر الوزرد. كلش تمام. طبعا الجولم ما تدمر ما أعرف ليش، حظي وعرف فنه. جمع اكسير يا شباب. لعب الاستنساخ حركة متوقعة، بس امشي والسحرة السحرة حلو. اوه شباب كلش تمام دفاع جميل. نلعب البرنس، الميجا نايت يطفر على البرج. اويلي يا شباب الميجا نايت لو وصل على البرج. سلم لي على البرج يا وديع، سلم على البرج يا وديع. اوكي نلعب الفايكري. نلعب الاوه شباب حلو 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 حلو، بس البومبر لا تلوح. لاحاها شباب كلش تمام. راح نلعب هنا. اوكي شباب اتوقع دمرت اثنين البرنسس، هذا مو من صالحنا الشيء. نلعب لا لا طبعا لعبت الفارس بالموقع الغلط. الفارس يلعب في الموقع الغلط وهذا ليس من صالحنا. اوكي اوكي يا شباب ايش في ايش في. ثواني ثواني. مهلك 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 يا البومبر. البومبر راح البومبر البومبر راح البومبر راح. يا اخي تشكيلة سايكل جولم عن شلون فاتت نهاية. تشكيلة سايكل جولم شلون فاتت نهاية. اوه شباب الفاير بول لو جايب على اثنين التنين الناري لاني في مال، لا في علاج النسيان. اويلي يا شباب اويلي. القوالم الصغار لا تجيبوني العيد. عاش القوالم الصغار لا تجيبوني العيد شباب. اوكي اتوقع هذا الجيم مو انه اتوقع الجيم انه اوكي اوكي لا 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 لا, لا. اوكي جي جي. كفو كفو كفو. حلو تشكيلة يعني قوية يا شباب، بس شوية راد لي تقوية بالجنود حتى أصير أن برو يعني محترف. يعني بس إذا تركت الإنجليزي أصير محترف. نرحب بالكلان الجديد اللي هو قوات كركوك. ليش ما كتبتوها قوات إسرائيل حتى يكون الكلان ذو صاحب سلطة ومميزة، رائعة جميلة جدا بل فلسفة تاريخية. بس يا شباب طبعا وصلنا لهذه الحلقة، أول فيديو بالهذا السيزن لعبة كلاش رويال. إذا تحبون أي استفسار تلقون الرابط موقع إنستجرام تحت بالديسكريبشن. أوكي أوكي يا شباب وصلنا هذا المقطع، إن شاء الله يا رب يكون عجبكم. تنسونا باللايك واشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين. وبس مع السلامة، باي باي.